المقدمة دعوني أنتقل إلى قراءة وثيقة الاتفاق الإطاري الذي أنتم بصدده في هذا المحفل. أولاً المبادئ العامة: وحدة سياسية ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات أخرى. السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لأكثر من 7000 عام، شكلت تنوعه ومصدر ثرائه. السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وتقوم على المساواة بين المواطنين والمواطنات دون تمييز نوعي أو ديني أو ثقافي أو إثني أو لغوي أو جهوي أو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز. تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية، وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير. الحرية التزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، خاصة مواثيق حقوق الإنسان، مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية، وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والإنترنت والإعلام. ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة على اقتراف الجرائم والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي وكافة أشكال العنف ضد المرأة. تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي. استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل الخدمة والتعليم العالي والمفوضيات القومية والمتخصصة والقوات النظامية. التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي. اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات، وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولية، وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار. مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة. السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية. يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزءا لا يتجزأ من الدستور الانتقالي. ذلك أولا. ثانيا، قضايا ومهام الانتقال. الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعباد الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وينقى الجيش من أي وجود سياسي حزبي الأجهزة النظامية، وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية
تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى. الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها. إيقاف التدهور الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد. إزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 تنفيذ اتفاق وتقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا ومباشرة السلطة التنفيذية لمهام التفاوض والوصول لاتفاقات سلام نهائية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بناء على إعلان المبادئ مارس 2021 والتفاوض مع حركة وجيش تحرير السودان وبقية حركات الكفاح المسلح غير الموقعة. مؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية، إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة، انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها. ثالثا، هياكل السلطة الانتقالية. تتكون هياكل السلطة الانتقالية من المجلس التشريعي الانتقالي، المستوى السيادي الانتقالي، مجلس الوزراء الانتقالي، المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة. المجلس التشريعي الانتقالي القومي يحدد الدستور أو الدستور مهامه وعدد مقاعد ونسب ومعايير الاختيار وبما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الإعاقة ويتم تكوينه بواسطة القوى المدنية الموقعة على الإعلان السياسي. تكوين المجالس التشريعية الإقليمية أو الولائية المحلية وتحديد مهامها وصلاحياتها في دساتيرها وعدد مقاعدها وفق معايير شاملة ومنصفة لاختيار أعضائها وعضويتها. في المستوى السيادي تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور باختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية يمثل رأسا للدولة ورمزا للسيادة وقائدا أعلى للأجهزة النظامية. تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور باختيار رئيس رئيسة الوزراء الانتقالي وذلك وفقا لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال. يتشاور رئيس رئيسة الوزراء الانتقالي مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الولايات أو الأقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة إعلان سياسي ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي. تعيين الحكومات الإقليمية أو الولائية والمحلية بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي. مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية وست من حركات الكفاح المسلح
الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي. مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية القانونية يعينه رئيس المدنية الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار رئيس القضاء ونوابه والنائب العام ومساعده ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ويعتبر محلولا بانتهاء مهمته. ينشأ مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى المدنية الموقعة على الإعلان السياسي. التزام القوى الموقعة على الإعلان السياسي بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40% في المستوى التشريعي والتنفيذي والسيادي والقومي، مع الالتزام بالقرار 1325 وتحديث وتنفيذ الخطة أو خطة العمل الوطنية الصادرة بشأنه، وإعطاء الأولوية للحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة وحمايتها والوصول للعدالة في الفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. رابعا، الأجهزة النظامية. الأجهزة النظامية في جمهورية السودان هي قوات المسلحة، دعم سريع، الشرطة، جهاز المخابرات العامة. القوات المسلحة. القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبقا للقانون، تطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده. تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون، وتقر بالنظام المدني أو تقر بالنظام المدني الديمقراطي أساسا للحكم، ويكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة. يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ إلى إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية. تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعي قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية، ولا تستخدم ضد الشعب السوداني، ولا تتدخل في الشؤون السياسية. يحظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات، والتي تعمل في قطاعات مدنية، وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وأمنية لإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجعة القومي. تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة إلى ما ورد في قانونها هي الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي. احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها. تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية، وصولا لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا لسلام السودان والاتفاقيات التي تأتي لاحقا بخصوص قوات حركات الكفاح المسلح. دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية
بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية. يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة. قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، ويحدد القانون أهدافها ومهامها، ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري، والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد. يتم دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. قوات الشرطة. قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون، وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. ينشأ جهاز للأمن الداخلي، ويتبع لوزارة الداخلية فنيا وإداريا وفقا للإجراءات القانونية السلمية. يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الإنسان. إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها مع عدم التمييز الوظيفي على أي أساس. يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية. جهاز المخابرات العامة. جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي، وتختصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري إلا في إطار أدائه لمهامه. يتبع الجهاز لرئيس الوزراء، ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته وفقا لما يتطلبه النظام الديمقراطي. يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه. تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة، بحيث لا يزال فيه التمكين ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن. قضايا الاتفاق النهائي. وذلك أخيرا، يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الاتفاق السياسي وقوى الثورة في 5 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة الذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن. الإصلاح الأمني والعسكري، وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا، فدون بناء وإصلاح الجيش أو دون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام. ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة، مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان. وعليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا، مع التزام أو مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان. تفكيك نظام 30 يونيو. نظام 30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعنا حزبنتها، ولبناء دولة مهنية دون تمييز أو تعد لا بد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو نحو يلزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية، الالتزام بحل أزمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار السودان وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في شرق السودان
ضمن العملية السياسية الجارية. انتهى.